السلام عليكم. عندي هنا بيجو 301. المشكل راني معبز على الاكسليراتور الكامل. ها شوف ايش راح يحصل هنا. راني معبز عليه كامل، راح حاصل هنا ما يزيدش، والتسارع نتاعها ضعيف شوية. رايح نمشي، راني معبز كامل على الاكسليراتور. ها راني عقب الدزيام، راني ماكسيليري كامل، التسارع تاعها ضعيف شوي. ما فهمش وشنو هو البروبلام اللي فيها، والله المشكل. وكاين ثم ثانية رعدة شوية في الموتور، كنا هنا ميكانيكي قال لي هذا الرعدة راهي في الرادياتور مش في الموتور. هنا يا برك، هاي هنا كي ندير كيما هكذايا تروح، ما كانش رعدة، ما ثماش رعدة.